بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أشكر جميع القائمين على حملة لنكن على دراية، وأخص فيها بالشكر بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت وجميع العاملين بالقطاع المصرفي، وهذا التعاون حتما سيكون له أثر إيجابي في تكوين بيئة مصرفية واعية وتوجيه العملاء لاتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. نؤكد دعم بيتك للحملة ومتضافر الجهود، إن شاء الله سينجح القطاع المصرفي في تحقيق أهدافه من خلالها.